رشا، بما انك تطلع الموبايل تاعك، تعالي عندي. لا لا، مش انا بسألك على التليفون، عشان سألكم. طيب عندنا هاي العبد الفوزي هون، درس ارك كنت مش سيفينوي سفينوي، لما تقرأوا ليش مكتوب ما في بعد الاسم. بقى شرحنا اخر شيء ايش؟ ثلاث فورامينا صح؟ وهذا من اللي نحكي شو هم؟ شو اسمهم؟ اول واحد اشرحي لهم بالبعض. اول واحد وين موجودين؟ في اي مكان؟ في الجريتر وين؟ ممتاز. من فوق لتحت شو اسمهم؟ اللي بنص اسمه اوضه. طلع هون عشان مش اول اسمها ايوه اسمها اول واحده اسمها ايش؟ طلع ما بدنا نحرف الانجليزي زي ما بدنا، يعني ما بدي اسمع انا ان احنا نتناقل الكلام شفوي، لان انا بقول روتوندو بكره يعني احد يسمعها بصير لك فيها ريتوندو زي ما قلتيها، بس صحيح انكم سمعتوا كلامي بس لما تقرايها اقرايها فبتظبط ايش؟ الكلام روتوندو او او بعدين تي يو ان دي يو ان، تمام؟ فاحكيها صح روتوندو. بالجريتر يعني اول واحدة اسمها روتندوم، الثانية اوفال، والثالثة سباينوزم بالضبط. الاول اللي هي الدائرية شكلها مدورة، الثانية اوفال بيضاوي، والثالثة شوكية عشان لما تطلع منها من تحت تكون في جنبها شوك صغيرة، تمام؟ طيب وفي عندنا كمان ايش بنعمل؟ بنعرف فرامينا في السفينويد بول، الاوبتيك كانال والسوبر اوربيتال فيجر. ليش؟ تعرف شو معنى سوبر اوربيتال؟ اوكي، بتقول لي سوبر اوربيتال لما نحكي عن الاوربت، طلع كيف الكلام بالانجلش. الاوربت هي لما نحكي سوبر يعني فوق الاوربت، سوبر اوربيتال، سوبر اوربيتال فوريفر. انت عم بتقولي سوبر اوربيتال فيشر، مش سوبر اوربيتال فيشر يعني في عندي فيشر هون، اما سوبيريور اوربيتال فيشر. فهمت كيف؟ سوبيريور ايش؟ اوربيتال فيشر، الاوربت اللي تابع الفيشر اللي تابع لمين؟ للاوربت، اوربيتال صح؟ فبنحكي احنا عن ايش؟ جوا العين. فلما احكي سوبرا اوربيتال مزبوط انا فاهم، بس مشان صح تكون، اذا بتكتب لي في الامتحان سوبرا اوربيتال فيشر بحط لك اياها غلط خلص، لانه سوبرا اوربيتال معناها ما فوق الحجاج العين، اما السوبيريور في شيء تابع للاوربت جوا صح؟ اوربيتال فيشر. طيب عندنا حكيتي صحيح اوبتيك كانال وعندنا سوبيريور اوربيتال فيجر، تمام؟ طيب الاوبتيك كانال شو؟ بدخل من برا لجوا ولا من جوا لبرا؟ ايش ايش بيجي فيه؟ الانترنال الاكسترنال بيطلع عند الاوفثالميك. شايفه اوفثالميك ايش؟ انا هون متلخبطه بين نيرف وارتر. مشان هيك طلع انا طلعت رشاء ليش؟ لانه في الامتحان في بتصير تتذكر طلعت وحكيت على الحاجات، فبتصير عندكم انتم ايش؟ الذاكره تذكروا اشياء. الاوبتيك تمام مره، الاوبتيك كانال هو موجوده في السفينه صحيح، واحنا حكينا عن شكل المخروط ده الاوربت، اخر شيء ايش؟ بيكون ربنا حمى العين بايش؟ بالاوبتيك نيرف، حمى خلاه اخر شيء. وشو ربنا حمى كمان العين؟ انه خلى اخر شيء الارتري تاع العين اللي بغذي العين، اوفثالميك ارتري كمان موجود اخر شيء. فاهمين؟ اهم شيء للبصر هم ايش؟ حاسه البصر العصب، اوبتيك نيرف، والبلد سبلاي الدم يروح على العين صح؟ عشان تعيش العين، الاوفثالميك ارتري فارتري، تمام؟ عشان هيك نتذكر ربنا حمالنا اياها اخر شيء خلاها صح؟ الاوبتيك كانال في عندنا ثنتين، اوبتيك نيرف اللي هو العصب البصري عشان اشوف نيرف، لما نتفق مع بعض لما نحكي كلمه نيرف بدي اشعر فيها، بديش ادرس انا نيرف ارتري فينز او طلع الوان احمر اخضر ازرق واصفر، لا بدي احس لما احكي كلمه نيرف وانا ادرس لازم يكون عندي كلمه نيرف، احكي اوبتيك نيرف لازم مش بس اوبتيك احفظها
احس في النيرف، هذا النيرف يعني عصب يعني بعد ايش؟ يعني بعد السنسيشن صح؟ احساس بشيء وجع بشيء سنسوري، يا بعطي ايش؟ حركة مشان اخلي العضلة تتحرك صح؟ يا ايش ممكن يعني؟ سنسوري موتور. وفي سيمباثيتك وباراسيتيك تخلينا ادمع وتخلينا انزل الوعاد وتخلينا نشوف الاصابة قاعدة وهيك. فهي بتعطي الاوردر. وفي اعصاب ايش اللي هي الحواس، الحواس السمع النظر الشم والفاكتوري صح، هاي كلها حواس تعاون مين بتقول النيرفز. لما نحكي كلمه نير بدنا نحس فيه، ولما اي نيرف بمر عليه لازم اكون اعرف شو هو، سنسوري موتور ايش صح، او بعطي حاسه اوكي هيك ندرسه. لما احكي عن ارتري لازم اشعر انه ايش الدم رايح على العضو تمام، على المكان على العضل على اشياء رايح عشان يعطيك ايش اكسجين وغذاء. انا هيك بفهم افهمك يعني على طول ارتري تكون حاسس انه جاي من القلب ورايح على مكان معين مزبوط. طبعا معنا بتاع الرئه صح عكس تمام. لما احكي فين لما يصير نحكي فين راجع بدي افكر انا انه راجع وين راجع خلص لم السي او 2 ثاني اكسيد الكربون وبدي اروح على القلب عشان يعاود يوقف ايش. فلازم انا اشعر بكلمه الارض. عبد الكريم هلا بعرف حالك انت وصعب لاني مش متفائل فيكم الدنيا اليوم تمام. هيك من الدرس الفين لما انا اقرا فين عشان يكتب خربطه هو افورميك ارتري ولا لانه ما كنت تحس بالنيرف. لو ما عم نحس اوبتيك البصري خلص بعطي بصر حاسه البصر للعين حملنا اياها باخر شيء الفانيك ارتري رايح بنط على مين؟ على العين مشان يعطيها بلاد سبلاي واكسجين مشان ما تموت. شفتوا هيك من بعدين راح ندرس ايش الفين الفانيك فينز بصير ايش يفكر راجع من العين بده يرجع وين بده يرجع كيف بده يرجع على القلب. فهي الطريقه كيف انتم تدرسوا هي الطريقه الصح. انه ايش درستوا امبارح في منكم درس فين نيرف ارتري زي ما درسنا نيرف فانا صرت اخبط بس هي كلمه كلمه لا حس بالكلمه اوكي حس بالكلمه. لما نحكي كلمه ماستيكيشن بنطخ مصف ماستيكيشن عضلات بتنطخ صح هيك. لما نحكي مصف فيشل اكسبريشنز عضلات الايش الايمائيه التعبيريه للوجه بنخلي ايش تحرك الوجه صح تمام. الاوبتيك كانال وهو موجود بين عين وين عند الليسر وينج او بين الليسر والبادي صح مزبوط. وعندنا بعديها ايش عندنا سوبيريور اوربيتال فيشر. طيب هلا امبارح اخر شيء في المحاضره حكينا عن تريجمينال نيرف. بحكي نيرف هلا هو ايش هذا النيرف؟ هذا العصب الخامس فيفث كرينيال نيرف واللي بيعطيني ايش احساس بالوجع احساس وإله موتور الديفيجن الثالث وحكينا لكم إياه بعطي للمصز أو مصفيكيشن صح. وهي ثبتناها في معلومات بنثبتها عشان كان نعرف نكمل مزبوط. طيب الأول أوفثالميك هو شو من الثلاث؟ أول واحد بروح على إيه شو اسمه هو شو الثلاث؟ هيك بالضبط واحد من ثلاث أوفثالميك إيش؟ كان مين؟ نير ثاني واحد على المكزيلا مش تاع المكزيلا مكزيلا بمين؟ مكزيلا بمين؟ مش علمان بالحمال يجيب المبنى لان نتعلم نحكي خلاص نتعلم اه بعرف انه صح بس ما بنفع بكتب انا بكتاع علمان يعني نسيب دكتور سنة وانا اتعود من حلم احكي بتاع علمان بتاع المنزلة بنفعش وتكون انتو بتحكي معي حلم منزلة بديو منزلة بديو منزلة بديو. طيب ثري نيرفز هذا الاول هو ايش سنسوري بحس بحس بالعين وراح يطلع فوق العين بحس و المانديبولر المانديبولر بحس والمانديبولر بحس وفيه موتور والموتور ها الخط الموتور شو بيعطي لاي عضلات كل حكي ماسلز ماسلز بس اوف ماستيكيشن عضلات وليس مصل واحده اوكي بدكم ترتبوا الكلام بدكم ترتبوا كيف تدرسوا صحيح دارس الاشياء دارس بس
بس لسه بدها ايش؟ مش هي بس كل انا عارف وبعرف انكم سنه ثانيه وخصوصا اخذت تشيست قبل البلدس المفروض يعني اللغه اقوى شوي اوكي؟ ما بعرف اكيد درستوا بس لازم اللغه ضروري جدا كيف تحكيها. طيب الثلاث من وين بمرحوا كمان؟ اول واحد مش تاع العين يعني لأختها الاثنين بيجي انت بتدخل من وين؟ superior orbital fissure maxillary nerve بيجي من الرتندم يدخل مش بيجي بيجي جاي شفتي؟ يدخل من الرتندم من الرتندم بيدخل بروح من الرتندم بيطلع من او بيطلع من وطالع من الايش؟ من الكرينيال كافيتي صح؟ بيطلع من الرتندم والثالث من الاوفاري شو اسمه الرتندم؟ من الاوفاري بيطلع من الاوفاري تمام واضحة؟ هاد سؤال وين؟ بده يكون تمام؟ اوكي يا في الميد يا وين؟ في الفاينل طيب هيك احنا وصلنا لاخر شيء طبعا ما في بروجيكتر كمان كنت حاط بروجيكتر اليوم طيب معناته اليوم خلينا نحكي عن ايش؟ وكمان كنت كمان 3D كان احسن ما في طاقة فاضية هو مرات بتطلع بالوجود بعد نص ساعة بعد أيام صارت بعد نص ساعة ساعة بقي إيش أجل يقول سنة حاضر تاني رح تقول شو شو أبو فيش فيه طيب يبالي حرفع طيب اليوم تيمبورال مارح عندتوها تيمبورال بون تيمبورال بون عندتوها شوي حكيت قرأتوا فيها مارح شو درستوا حكينا لكم البيترس بارت مزبوط؟ مش حكينا عن البيترس بارت؟ هلا بدنا نعاود نكمل ونبني اكثر صح؟ هلا البيترس بارت فيها فتحة حكينا لكم عنها؟ البيترس بارت هي عبارة عن الجزء الصخري عامل هيك اه بالضبط يعني كيف؟ هي بالضبط هيك هيك من برا في عندي هون ايش؟ external acoustic meatus ومن جوا الكرينيال كافيتي في عندي ايش؟ internal acoustic حكيت لكم عن الانترنال امبارح؟ لا ما حكيت لكم طيب تذكروا بالمحاضرة اخر ايش كنا نفتح على external acoustic meatus وندخل ونتفرج لقينا ايش في فتحة كمان جوا جوا اللي هي ايش؟ الانترنال فتحة الاذن الداخلية internal acoustic meatus وين موجودة؟ انا عندي في البيترس بارت البيترس بارت هيك عامل بالضبط وجه هيك وجه هيك ما بنقدر نقول هرم لانه الهرم بده يكون ايش هيك وهيك في القمه صح هيك هاي مش قمه فنقدر نقول هذا الخط اللي فوق هاي البيترس بارت هذا الخط اللي فوق بيفصل بين ميدل كرينيال فوسا وباستيريال كرينيال فوسا عشان لما ندرس الكرينيال فوسا هذا الخط هاي البيترس بارت له وجه لاترال بعيد ووجه ميديال اقرب عن الميدلاين صح؟ هذا الخط والقمة له بيفصل بين باستيريا كرينيال فوسا هو ميدل كرينيال فوسا البيترس بارت طلعتك هنا؟ البيترس بارت في له وجه هذا لاترال وهذا ميديال اقرب عن الميديال سيرفيس وهذا البيترس بارت فيه هاي الفلة مع الدورسون تبع السلة الدورسون ما هون بيعمل لي بيحد لي الاستيريا كرينيال فوسا عندي انتيريا ميديال الاستيريا كرينيال فوسا عن الميديال كرينيال فوسا يعني هون فهذا الخط هو مش خط اللي ايش العظمي بينما هذا الخط هو البيترس بارت كل البيترا هي اللي بتفصل بين كرين الميدل الباستيرا كرين الفوسا عن الميدل كرين الفوسا وانتبهوا في الميديال راح اجيب سؤال في الميديال سيرفيس اوف البيترس بارت اوف تمبرال بول موجودة فتحة ليش؟
فانت لازم تخلي الوين مش هون مش هون عشان اذا بدك رسمه موجودك انترنال اكوستيك ميتس اللي هي انترنال ايش؟ اوديتوري ميتس. بالميديا موجوده ايش؟ الانترنال اكوستيك ميتس. في عندي لاترال سيرفس وعندي ميديا. في الميديا هي الفتحه عشان تعرف بعدين اذا بدك رسمه شيء وين تعرف تحدد وين مكان. الانترنال اكوستيك يعني الفتحه السمعيه الداخليه. يعني اقرب على على فوريم الماجنت مطلع يعني طلع هون مطلع على فوريم الماجنت يقول انت مطلع على اما الجهه الثانيه مش مطلع لا مش صح يعني الماجنت مديو لانه هلا للجميع. الفتحه هاي الانترنال اكوستيك ميتس بده يدخل فيها صح؟ لانه هن البرين هون وبيطلع منه كرينيال نيرفز. بنرجع للكرينيال نيرفز بده يدخل منه نيرفز في تنين شفتوا؟ تنين واحد سنين نعم انا معروف عني بابا يعني ما تدخلش على الميكرو بس كان في حال نزلوها هلا بنزل واحد نزل على الفضاء عبد الكريم هلا بيجيب لك صوره لا في عند رزقي يعني بس ما حد يدخل خلص ما حد يدخل كرينيال نيرفز ما بحبش على طحين شغل كرينيال نيرفز في عنا تنين راح يدخلوا بيطلع يعني بيدخلوا بالفتحه هاي بدهم يطلعوا صح؟ بيطلع وممكن في شيء ما يطلع الشيء اللي ما بيطلع شو هو الفيستيبولا كوبلير نير اللي هو العصب ايش السمعي الثامن العصب السابع فيشل نيرز صح فهذا العصب ليش ما بيطلع لانه بضله جوا البيترس بارت لانه البيترس بارت شو فيه جوا الجهاز السمعي صح فهو اصلا رايح عليه فمش مش مضطر يطلع والفتحه هاي مش مشان يطلع الاكستير هاي مشان تدخل الويفز صح الامواج الصوتيه مشان تدخل جوا والصوان ايش الاوركيد بجمعها وبدخلها فقط هو ممر للصوت وليس لاي عصب ولا بيطلع ولا شيء تمام الاكستير اكوستيك ميتس اما الانترنال بيدخل له بروح العصب ففي عصبين بيدخل واحد اسمه فيستيبولا كوكليار نيرف وهو العصب السمعي شو فيستيبولا كوكليا نير افتحوا كرينيال نير قدامكم هيك شوفوا وين يعني او اكتب اكتب فيها عصب الثامن عشان خلص انت بعدين تفتحي الثامن الاول ثاني مشان تعرف تقراه وتكتبه صح لانه مرات على على لساني ما بتعرف تكتبه صح انجلش فبدناش بدناش الانجليزي يكون غلط عندك مكتوب لانه بقى مثلا روتوندوم روتوندوم صارت خلص تكتبها مش تكتب اكتب مثلا رقم العصب اوكي بصير خلص بعدين ترجع وتشوف اسمه صح بالانجلش عشان صعب تاخذ عن كلامي وتكتبه مظبوط تمام فالعصب الثامن بيدخل هون هو العصب السمعي بيدخل وين بيروح بضل جوا البيترس بارت لانه جوا البيترس بارت في عندنا ايش؟ ال
الميدل والانترنال جير صح؟ جوا اللي هي الطبله وكل الاوسكلز والعظيمات وايش؟ والجهاز والجهاز السمعي اباراتوس صح؟ طيب هذا بالنسبه للعصب السمعي. العصب يعني بنطلعه لما نروح ندرس الجهاز الاذن الوسطى بس ندرسه ما راح نضلنا نحكي دخل بدخل خلص لازم هاي المعلومه جاهزه عندكم. راح نحكي ونحكي لكم العصب ما هو دخل تتذكروا من وين وخلاص وبتعرف. العصب الثاني مهم هو عصب الفيشل نير احنا بنحبه ضروري هم صح؟ وشو معنى فيشل نير؟ نور شو بيعمل فيشل نير؟ نور زي ما تقولين انا جاي متاخر مش عارف شو سجل اسمك نور فيشل نير شو بيعمل؟ فيشل نير سيفنث كرينيال نير شو بيعمل؟ كيف؟ مسؤول عن التحكم مسؤول عن التحكم للموتور انرفيشن للفيشل اكسبريشن الموسس اوف فيشل اكسبريشن صح التعبير وجهي. العصب السابع هو عصب موتور اساسي موتور في شيء فيه شغلات بسيطه بعدين بس هو بس يطلع طيب هذا بيدخل من هون صح تمام يعني الاثنين بيدخلوا في نفس القناه بس هذاك له مجرى ثاني جوا البيتراس بارت بصير له الفيشل نير مجرى ثاني وبيبعد عن مين بيبعد عن الايش عن الفيستيبيولا كوكلير نير وبيكمل وبده يطلع بده يطلع على ايش بيطلع على الوجه مشان يحرك لي الوجه صح فبيطلع من اي فريمن ستايل ستايل هاي بلش الموضوع من ستايلو هاي ستايلو ستايلس راح الالم ماستوي فريمن من هون فتحه يعني بيكون جوا البيتراس بارت بيمشي له ممشى مهم وله اشياء مهمه جوا البيتراس بارت بنشرحها لما ندرس الفيشل نيرف وبيطلع من ستايلو ماستوي فوريمن حط عندك علامه لما يطلع من الستايلو ماستوي فوريمن هو بيكون بيور ايش موتور نيرف معناته ايش دكتور هو مش موتور جوا البيتراس بارت فيه سيمباثيتك وباراسيمباثيتك انرفيشن راح نحكي عنها بعدين مش بيكون بيور ايش موتور نيرف تمام بس لما يطلع خلص يطلع بيكون خلص خلص من الفايبرس اللي بيعطي الباراسيمباثيتك انرفيشن راح نحكي شو بتعطينا ايش تفضل تمام فلما يطلع من هون النيرف بيكون بيور بس مشان يحرك العضلات ايش في عندي عضلتين فور ورا مش مهمات اهم شيء راح يكون عضل خمس فايف نيرف بيطلعوا ايش بيحركوا نص الوجه تمام ثبت هاي هاي كلها ايش اساسيات راح تفتح لنا مواضيع كثير لو طيب هيك حكينا سنه اللي عرفتي صح بدنا نحكي عن فرونتال بون فرونتال بون عرفنا انها فيها سوبرا اوربيتال فوريمن نعرف انه فيها ايش نوتش بيدخل فيها كريبريفورم للديثمويد بون صح شايفين هون هاي المنطقه فرونتال بون في عندنا سكويمس بارت اللي هي سكويمس اللي تشبيه زي ايش صح وفي عندنا منها اجزاء منها عندنا زيجوماتيك بروسيس صح احنا عارفين زيجوماتيك بروسيس زيجوماتيك دي راح على زيجوما زيجوماتيك بروسيس اوف فرونتال بون زيجوماتيك وهون في عندنا نيزل بروسيس كمان لانه داخل على النيزل بون مش مهم و ولما تطلع من جوا الارتكيوليشن له ارتكيوليشن مع مين؟ مع النيزل بون له ارتكيوليشن مع مين؟ مع البروسيس الفرونتال بروسيس اوف ماكزيلري بون لونه اصفر وله ارتكيوليشن مع لاكريمال بون حكينا على لاكريمال بون امبارح لاكريمال بون وفي عندنا ارتكيوليشن مع مين؟ مع اوربيتال سيرفيس اوف اثمويد بون تذكروا؟ شايفين كل شيء وعنده جوا ايش مع الليسر وينج ولما نجي على اللاترال مع الجريتر وينج صح طيب خلاص عشان تكون فاهم كيف ماشي هاي مش انا بس تطلع على الصور هو بتطلع مع مين هو مبين العظمة ليش عشان تقدر تتخيل كويس الاوربت عشان اذا جاك سؤال جوا الاوربت يكون عندك سهل الاجابه مش حافظ بس حافظ اروح 2 3 لا فاهم ومتخيل
تخيل مهم جدا هون في السكاب كتير 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 فيها متخيل تخيل رائع مهم جدا. طيب هاي شو قلناها؟ شو اسمها؟ الاوربيتال سيرفيس اوف فرونتال بون. ليش؟ لانه مطلع على الاوربيت او اوربيتال بليت صفيحه سيرفيس السطح والبليت الصفيحه الصفيحه الحجاجي اوربيتال بليت اوف فرونتال بون صح؟ يعني فرونتال بون له شيء اسمه اوربيتال بليت. وين اوربيتال بليت؟ هي والاوربيتال بليت هاي شو فيها؟ فيها فوسا. وين؟ لاترال. لاترال شو فيها؟ لاكريمال جلاند. صح؟ حكينا امبارح ولا لا؟ اوكي حكي المحاضرة الثانية. شايفين الفرونتال بليت الاوربيتال بليت اوف فرونتال بون هون على جنب وهون على جنب فاهمين كيف؟ لو احط اصبعي اعمل ايش؟ اضغط شوي بعمل ديبريشن. شو بعمل؟ فوسا صغيرة فوسا صح؟ فوسا وفي عندي في موجود هون وفي ايش؟ فوسا على اللاترال سوبرا يعني سوبرا لاترال فاهمين؟ هون وهون بعمل بضغط شوي بعمل ديبريشن بمسك شيء اسمه لاكريمال جلاند بحطه هون ولاكريمال جلاند بحطه هون. شو اللاكريمال جلاند؟ الغده الدمعيه مشان ايش؟ لما نبكي صح؟ الغده الدمعيه اللاكريمال جلاند بتقعد وحده هون يعني بالعين. وين اللاكريمال جلاند؟ خلص انا صرت عارف معناتها هيها هون جوا فاهمين؟ وحده هون وحده هون بتنزل لي الدموع واضح؟ طيب امبارح حكينا على اللاكريمال بون. لا اوكي ممتاز ممتاز ممتاز. طيب يا دكتور لما انت هون طلعت الجلاند هون واحنا دائما بنفكر اللاكريمال جلاند هون لانها هاي اسمها ايش؟ لاكريمال بون صح؟ مزبوط؟ امبارح قلنا نيزل بون بدخل جوا فرونتال بروسيس اوف ماكسيلاري بون بدخل جوا اكثر هون هيك عند الكانتوس والكانتوس زوايا العين انا وصلت اللاكريمال جلاند صح؟ بدي اطلع عيونه وادخل اصابعي لجوا وصلت للاثمويد بون صح؟ الاثمويد هي لونها ابيض مزبوط؟ فاهمين التسلسل اه؟ طب هون انت حط لاكريمال بون طب ما هي اللاكريمال جلاند هون بعيده ليش؟ يعني اسم غريب صح؟ لانه فيها قناه شايفينها؟ هاي اللاكريمال بون تك لاكريمال بون عباره عن مربع تقريبا او مستطيل شوي هيك قطعه تك 1 2 3 4 نزل هون ايش 1 2 3 4 تنتين صغار صغار هش العظم هذا وفيه فتحه شايفين فتحه فتحه وفتحه هيك فتحه بتيجي وهيك فتحه بتيجي من اللاكريمال بون ولاكريمال بون والفتحات هاي فيهم قناة فتحة قناة شو اسم القناة حكينا امبارح نيزو لاكريمال داكت نيزو يعني أنف يعني في قناة من هون ومن هون وين بيفتح على لاترال وول اوف ذا نوز لاترال وول اوف ذا نوز هاي من تحت وين تيجي هون هون واحدة هون ننزل جوا العظم وبتفتح هون في النيزل كافي مشان هيك شو حكينا امبارح ما حكينا لكم ايش الصبايا لما يبكوا والشباب لما يبكوا بصيروا ايش؟ بضلوا يلفوا ليش؟ لانه الدمع بينزل جوا الانف صح؟ عرفتوا ليش؟ بصير في كثير مش بس مخاط بكون في دموع من العين فهون في عندنا شايفين هاي؟ هي عباره عن قناه زابله بتلاقي ايش؟ خلاص في قناه والقناه هاي رح بدرسها القناه بتدخل في هذا الضغط والقناه بتدخل هذا وبتفتح وين؟ على جنب على اللاترال وول واللاترال وول في نيزال كافيتي وين في اي ميتس في اي مستوى في انفيريور وميدل وسو في الانفيريور ميتس راح ندرس الانف ونحكي هاي الميتس اللي فتحه اللي هي فتحه النيزولاكريمال داكت وين بيفتح ايش النيزولاكريمال داكت نيزو من نوز نوز لاكريمال من الاسم البون لاكريمال داكت اكتبها بالعربي القناة الدمعية الأنفية وبعدين جايب المحاضرة ما شفتش طيب هاي لاكريمال مطلع ها لونها أحمر
وندخل سلك من هون بيطلع من وين؟ من هون. فاهمين قناة؟ بيطلع من هون. فاهمين كيف القناة؟ في قناة راح في لها رسمة. لو كان في هذا كان. بس هلا إحنا بنفهم هيك لسه جينا صور جينا نحكي عن ليش اللاكومان والسيستم تاعه كيف تصرف وهذا. بس لأن أنتم تكونوا فاهمين وخلاص. لأنه مش راح أقدر أشرح لكم أنا. بينزل هوميتهم بدون ما تكون فاتح الفراغ فاتح فاهم السكال فاهمين؟ حكينا السكال إشي مهم جدا كله مبني عليه. أسست حالك كويس في السكال يعني كله راح يكون يمشي حلو واضح وكويس. في أي سؤال بالنسبة للاكريمال بون؟ أي أساس إيش؟ في الانفير الميزة ميزة يعني الانفير الميزة تسوكي يضع الوصول بس هذا تأسيس بجارة عشان الميزة إذا بحكي لك في الانفير الميزة شو في فتحة في الميدل شو بيفتح على المجزرة الساكس تسوكي له شو بيفتح هذا كله بيدرس بعدين أوكي؟ لما ندرس النيزل كافيتي لو في عندنا محاضرة اسمها النيزل كافيتي فأنا لا عم بأسسك شوي شوي إنه نفتح على المحاضرات الثانية يكون في عندي تأسيس فيها وليس صفر. لما نحكي لكم عن اللاكريمان داكتس وكله والسيستم كيف بينزل هذا واللاكريمان بلاند على طول خلص أنا بعرف القناة بعرف إنه هاي بينزل القناة إنك عارف الإسقاط. مين؟ طيب كيف تعرف حدود الميدياستاين والانتيري والميني بس تيرا بدك تكون عارف الفقرات صح؟ إذا مش عارف الفقرات ومش عارف الريبس كل مستوى مش رح تعرف تحكي صح؟ أي مستوى تكون فاهم الفقرات ونفس الشيء هنا تكون البوني ستركتشر فاهم بس السكال لسه يعني أهم طيب وحكينا نرجع للفرونتال بون بنروح نحكي شوي على اللاكريمان صح؟ اللاكريمان هاي هي أهم شيء بس هاي يعني. وبعدين القناة فرجيكم بالضبط هي بتكون بين اللاكريمال وبين البروسيس بس خلينا من أصفر شكرا بس خلينا بعدين هلا رح ممكن يجيك سؤال غالبا ما يجي شيء زي هيك يقول لك الانتيريور كرينيال كافيتي فوسر هنا في انتيريور اقراوهم شوي هذا الكتاب في عندي ميدل وعندي باستيريور قلنا الخط في البيترس بارت هذا القمة بيفصل الأستيريوم عن الميدل هاي نقطة خليها عشان أنا بدي توصل بدها في عنا الدكتور وين الأنتيريور حدود الأنتيريور كرينيال فوستر عشان عنا أنتيريور ميدل أستيريوم عشان بيقعد آخر شيء سيريبيلوم صح؟ كما شفتوا كيف؟ في الأنتيريور الأنتيريور هي عبارة عن عظمة الفرونتال بون تكونتها والإثمويد بون شايفين الليسر وين والليسر وين والليسر وين بس طب بعد الليسر وين في عنا ايش؟ في عنا درجة صح؟ على تنزل من الليسر وين درجة على الجريتر وين شفتوا؟ فالليسر وين هو نهايته فنهاية الليسر وين ديالك هو نهاية ايش؟ الانتيريور كرينيال فوسا عشان لما تروح تقرا الانتيريور كرينيال فوسا او نمشي في المحاضرة خلاص انا ما نعرف اسأل طيب يعني بعد الدرجة في عنا الدرجة هاي ليسر وينج وننزل على جريتر وينج لما نزلت الدرجة وأطلع هيك بشوف ايش الفيجر صح؟ مظبوط؟ تخيلين فيجر من هون الفيجر بقدر اشوف السكيور اوربيتال فيجر طيب هاي الأنتيريور كيرف
طيب انا بدي اسالكم سؤال هلا. شايفين هذا المكان هون جنب الاسمول من هون ومن هون، هون المكان هذا والمكان، لو مسكت مسمار هون ودقيت المسمار وين بيطلع؟ وين؟ في الأوربت. ليش؟ طلع هاي صح؟ يعني قاع الأوربتال الانتقاع الفلور of the anterior cranial fossa هي إيش؟ هي الروف of the orbital of the orbit. فهمتوا؟ قاعها هي روف صح؟ مشان هيك مرات لما في كسر أو يدخل إشي يدخل على البرين. فهمتوا ليش هذا مهم بالجراحة؟ تمام؟ ولما ينكسر عندي أنا الأوربت من هون ومن هون ومن هون ومن هون بقدر أنا أشتغل بالنكس الفيصل عادي، بدخل بعمل عملية بفتح وبساوي. بس لما يكون عندي الكسر هون وداخل على البرين بتصل على أخصائي نيورولوجيست نيوروسيرجن بقول له لا تدخل معي عشان أنا بدي أعمل ريبير للعظم اللي فرونتال أضبطها. بس إذا المنينجز ممزور وفاتح أو البرين طالع أنت بدك تشتغل شغلك صح؟ بدي أعملها ريبير. فبدخل نيوروسيرجن أخصائي جراحة الأعصاب اللي هي جراحة الدماغ والماكسيلوفيشن اللي هو أنا بدي أعمل البون. فاهمين؟ عشان هيك تكون عارف. فأنا عندي هون كسر هون كسر هون كسر كسر بقلقش، هذا شغل بيور شغلي. بس لما أطلع على الروف وفي الأوربت أشوف في السيتي سكان في مكسور لازم أطلع أشوف البرين شو وضعه. طب في مشكلة أدخل معي مين؟ دكتور جراحة الأعصاب. مش مرات بدخل تخصصين ثلاثة وأربعة في الجراحات صح؟ الواحد بدخل بيشتغل في تخصص وهذا أصلا شغل مرتب. بس إذا كان بيور شغلي اللي هو إيش؟ فيشال بونز صح؟ كرينيال بونز انا بعرف اشتغل ماكسيل فيس كثير بعرف اشتغلوا على الفرونتال بون وعلى التمبرال بون وهذا بخاف انا بقى عندي يعني عندي تريننج على الكرينيو فيشال سيرجري مش ماكسيل فيشال ماخذ بس ماخذ سنتين كمان كرينيو فيشال عشان هيك انا بقدر اشتغل على ايش؟ على الكالفاريا. بس اللي جوا الكرينيال كافيتي بعرفش اشتغل صح؟ الشغل هذا نيورو سيرجن تخصص ثاني صح؟ جراحة الدماغ والاعصاب. كان بفرجيكم بعدين صور هيك عمليات بشكل كيف بفكر كل الكالفاري. طيب فهذا اسمه هاي الفلور هي اسمها كمان اوربيتال بليت منها تطلع على الاوربيت وممكن نسوي نسميها ايش؟ فلور اوف ذا انتيريور كرينيال فوسا. تمام هاي هاي كريبريفون بليت وكريستا جالي عارفينها وعارفين انه اسمه المطل هون وهون وهون ونزل صح؟ في له اطلالات واضح؟ في سؤال هلا بالنسبه وعرفنا انه المفروض هون لو الجمجمه صحيحه يكون في فراغ جوا هون صح؟ الفراغ هذا ايش بده يكون؟ فرونتال ساينس مزبوط؟ لانه من الانف بنقدر نمشي 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 ونطلع هون في فتحه جوا بقدر اطلع على الساينسز بين الاوتر كورتكس والانر كورتكس بيكون في عندي جيب هواء والجيب هذا مختلف عند كل واحد في واحد صغير في واحد كبير في واحد ضيق اكبر واحد صغيره يعني تنتين بس بين كم واحد تنتين ماشي هاي الفرونتال بون وهنا بروسيس بون اوكي فينا توبر او توبر يعني توبركل ثاني توبر يعني توبر حدبه في عندنا حدبه هون حدا بيكون هذا اوكي في ناس يعني بيكون بين هون حدا بحدا هي اصلا الحيوانات هي شو بتطلع هون قرون صح؟ صح؟ زي الكوكسكس صح؟ كوكسكس هي بيكون فيها في مرات بصير في ايش لانه اصلا هو كان يعني لما يشوف الحيوان يذنب صح؟ حتى في تيست هنا كريمنت سنس انه يعني بقول لك انا ماليش دخل في داروين ولا مش داروين بس بقول لك انه مثلا انه ايش تاكل ايش راح الذنب الانسان فصار في مرات في كيس بصير في كوكسجيال تيست مرات بصير انا مش مع داروين بس بقول لك في تطور هو التطور كل واحد ايش نلاقي الحيوانات عندنا في عضلات كثير بالانسان موجوده في القرود في الشمباز وفي الدنيا تمام
الرحمن، بس هذا ربنا هو الخالق لكل شيء صار على الأرض. أوكي، خلينا نحكي عن المكزلة. شوف هل بناخذ عظمة 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 من زين هون. المكزلة ريبون حكينا في بروسيس أوربيتال صح؟ هاي الأصبع. وعندنا فرونتال رايح على الفرونتال، هاي الفرونتال بروسيس. الفرونتال بروسيس بيعمل ارتيكوليشن مع مين؟ مع الفرونتال بون. ورا مع مين؟ لاكريمال بون. قدام مع مين؟ مع نيزل بون صح؟ والأوربت أوربيتال بروسيس أو أوربيتال بليت أوف مكزلة ريبون مش الفرونتال بليت. أوربيتال بليت أو سيرفيس صح؟ من هون مكزلة البليت عطوه بفكر تحت مزبوط؟ هاي. وفي عنا تيوبيروزيتي، في عنا التصاق، في جونكشن بين البتيريجويد بروسيس اوف سفينويد بون وملزقه بايش؟ بالتيوبيروزيتي. تمام؟ هاد مهم جدا وساعة تتخيلون بدي فرجيكم اياه هلا هون على الجميع، لانه هذا المكان بدنا نسميه مغاره. والله حكيت مغاره، وهذه المغاره مهمه جدا. هاي المغاره اصعب شيء تخيلوا. والمشكله مكان صغير هالقد ومكان مهم جدا للانرفيشن للمستقبل. لما نحكي عن الانستيزيا بالمستقبل على سنين، اذا ما بتكونوا تعرفوا هون راح تضلك ضايع. تمام؟ هلا بفرجيكم اياه مكان. بس بدي ايش طلعوا هاي المجزيكا استيلا تيوبيروزيتي صح؟ وهون عندنا ايش؟ تيوبيروزيتي شايفين؟ هاي تيوبيروزيتي وهون ايش؟ شايفين؟ هون في جنكشن هذا الجنكشن نطلع لفوق في فضاء في مغارة صغيرة يعني هاي عامل تيريبويد هيك والمكزيلا عاملة هيك واخر شيء في مثلث صح؟ سجلوا هاي اسمها تيريجو والتيريبويد بالاتاين فوسا. ليش البالاتاين؟ تذكروا الفيرتيكال بليت هون مثل اللي عليه بسموها تيريجو بالاتاين. انتوا سموها هلا بعدين نشرح ليش اسمها تيريجو بالاتاين، بس لما نعرف مكانها هذه مهمة جدا. كيريغو بالاتاين، كيريغو بالاتاين فوسا. في عنا 3 فوسا راح ندرسهم. واحدة تنتين تيمبورال فوسا هون، انفرا تيمبورال فوسا، وجوا جوا كيريغو بالاتاين. بس احنا بدنا شوي ندخل عليهم. هذول مش سهلين. هون هاي المكزيلا لونها اصفر والتيريجويد بروسيس لونها اصفر. هذا اللاترال وول، هذا الميديال وول، اللاترال بليت ميديال بليت اوف تيريجويد. شايفين هون هاي المكزيلا هاي المكزيلا صح؟ هاي المكزيلا لونها اصفر لهون. هون تيوبيروزيتي تحط العقيد السجن وراها تيوبيروزيتي، وهذا التيريجويد بليت او تيريجويد بروسيس. شايفين في جنكشن وقصفه فيها، في هون فراغ. شايفين هذا الفراغ صح؟ تيريجو بالاتاين فوسا مهم جدا جدا لقدام. فيها كثير وفيها اسئله كثيره القصفه. بل احنا هلا بحكي لكم شو راح نفتح. طلعوا شايفين الروتوندوم اللي هو المكزيلري مش بيطلع من الفرينوم وين بروح؟ وين بطول؟ ما كمل بطل على يعني بدي ادخل سلك من الروتوندوم راح يفتح وين جوا يعني بدي اكمل مسيرته على الفك اللي عنده يعني اقربش على الفك اللي عنده. فهذا مهم جدا. هاي وهون المنزله وشغلته المغاره الزين هاي متخيلها 3D وفرجيكم اياها بس لازم تعرفوها في Спасибо.
لازم كان في مختبر افضل شيء لازم انا طالب او مختبر وانا نقعد الواحد يسكر ونقعد نلف في الوقت هاي بس هاي بس نستعيد فيه بالفريق Thank you.
في أرتل كمان أوصل على صح مجزيلة دي أرتل جماعة يسألني سؤال هو بس الروتوني الموجود هو بس الروتوندو اللي بيدخل عليها راح أقول له لا في عنا كمان إشي مهم اللي هو بتتذكروا إشي اسمه ماكسيلاري أرتل اللي بيطلع من أرتل يعني إيش بلاد سبلاي اللي بيطلع من الإكسترنال في واحد حكينا بل عن فيشل بيدخل بالعين صح وعندنا في واحد بيطلع ايش اسمه ماكسيلاري والماكسيلاري ارتري هو اسمه ماكسيلاري ارتري بس هو ما بعطي بس الماكسيلا بعطي الماكسيلا والمانديبل وجزء منها فكلمه ماكسيلاري ارتري سموه وانا مش موافق على التسميه لانه هو بروح على المانديبولا على المانديبل وعلى ايش وعلى الماكسيلا طيب وين هذا بده يكون مر من هون طلع راح يجي هيك من برا يجي 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 يدخل ويدخل ويدخل هون واخر شيء مره يدخل شايفين تلكو بالاتاي فوسا يدخل عليها يروح هنا كمان المجزله بيعطي فروع 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 ويدخل جوا الفوسا وجوا الفوسا بده يروح هناك وبده يعطي بلاد سبلاي للمجزله عشان هيك لما انا اخلع سم ايش راح يطلع الدم من وين على من المجزله اللي اكثر يعني له فروع كثير راح ندرس الفروع ونعرف كل فرع وكيف بيروح بس بدي اياك تتخيل انه يعني دكتور انا افهم انه البتيريكو بالاتاين فوسيل فرجتنا اياها راح يدخل عليه شغلتين مهمات بقول لك نعم راح يدخل عليه النيرف من الروتوندوم من الكرينيال اللي هو مجزيلا النيرف يدخل عليها وراح يجي من برا مش من مش جوا من برا هون كستير الكاروتيد راح يجي الكاروتيد ارتري ويدخل يمشي هيك 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 ويعطي يعطي 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 ويدخل جواها كمان ماشي هاي معلومتين ثبتوها عشان احنا نقدر بعدين ايش نوصل هاي
هون هذا في صنعي هاي مكس هاي تعمل جانش مع مين؟ مع التريبول بروسيس اللي هو فيو لاترال تيل ميدل تيل ميدل تيل طلعي بس كيف جانش وهون في فراغ صح؟ مهارة صغيرة هاي اسمها 200 إذا بتطلع الصور هيك شوف اللتر الفيو مع السكار ما راح أشوف لما أعمل هيك يعني إنفرو تستير بس بالصور شو بيجيبونا كتير صور بيجيبونا إياها باللتر الفيو بقصه هون بيكون مقصوص بتشوف مقصوص وهي بتكون مقصوصة بتشوف إنه هون مقصوصة باللتر الفيو بتشوف عارف لما هاي تشوفها تخيلها كيف تريبول بروسيس تدرست المنزلة هيك تجوا على بعض هيك وفي هون ايش في قرار تريبول بركات بروسيس مرات من الروتوندو حتى لسلك حيوان الراق وراق مقصر 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 شرح لنا هذيك الشغله بس على صوتك صح نزل على الترجو بالاتاين فوسو هناك قرب هيو جاي على ورا المجزله قرب قربنا على المجزله ما هو مجزله مش صح فالمفروض يتوجه وين جهه المجزله بس لازم انا اتخيل لانه في عندنا بلاوي بصراحه مش بخوفكم بس اذا بتمشي معي صح هذا لحالك انا درست الاسنان درست لحالي انا هاي تيرجو بالاتاين فوسا هاي يعني فتحت فيها مراجع عشان افهمها كنت اروح على المكتبه مكتبه اطلع اطلس واطلس وابصر ايش واسماء مش زي الانترنت لو انت قاعد في الدار جوجل تيرجو بالاتاين فوسا تفضل لا هذا مش مكان كنا نموت عشان اطلع المعلومه لأنه أنا طب أسنان دخلته في 96 في 96 في 2001 خلصت جراحة خلصت في أسنان وجراحة 5 سنين صار بعدين عملت كمان سنتين كرانيوفيشال بلاستيك سيرجري طيب صار لي 17-20 سنة بشتغل جراح تمام كانت المعلومة لأنه أنا دخلت على الإنترنت تذكر 96-97 والإنترنت شو إنترنت؟ 1 ميجا بايت كنا نتصل بالتلفون شو بين بين ومش عارفون ونقعد ساعتين مشان 1 ميجا بايت اللي هو هلأ بس طرفت عين نقعد عليه 5 دقايق 10 دقايق ويطفي 1 ميجا بايت ما كان في معلومات ما في على جوجل ما في جوجل أصلا ما كان في جوجل كان ياهو هو اللي كان وما فيش عربي ما فيش إشي ما فيش إنجليز ما في معلومات ما في كتب ما في كتب كل هذا ما كان كنا ندور هل انت بتطلع على سهم فدراستك انت تدرس هل انت ايش تتميز جيلكم وجيل قبلكم انه انت بتقدر تجيب معلومه في انا طول نهاري بقرا ما فيش عندي وقت اقعد فيه هيك بس انا بقرا بس مش بقرا بدرس هذا بقرا في كل شيء ليش لأنه زمان كان عندي شغف وأنا صغير إني أنا بدي أعرف كل شيء كل شيء وما بتقدر تعرف كل شيء المكتبات محصورة تدور على كتاب تدور معلومة ناقصة وهذا هذا اللي بتحكي عن حرب التتار تفتح بس حط حرب التتار وتقدر تفتح وتقرأ كل شيء بتحكي هلا لا سهل زمان ما فمنشان هيك إحنا مشغولين هلا أنا مشغول هلا دائما بالمعرفة اللي كنت نفسي وأنا صغير إيش أكتسبها وأجيبها شو هيك أنا بطلع بس تعمل طلع تيك توك وعلى بس أوكي 15-10 دقايق بتحط خلصنا.